نعم، استمرارا للقصف الاسرائيلي على مدينه رفح جنوب قطاع غزه، حيث شنت الطائرات الاسرائيليه قبل قليل عدد من الغارات على اراضي زراعيه شرق مدينه رفح بالتزامن مع قصف مدفعي على تلك المناطق، بالتزامن مع عمل الطواقم الطبيه والدفاع المدني في منطقه اخرى من مدينه رفح، حيث مخيم الشبوره الذي تعرض لقصف اسرائيلي بالتزامن مع صلاه الجمعه ظهر هذا اليوم. واسفر القصف الاسرائيلي حتى هذه اللحظه عن استشهاد ثلاثه اطفال وإصابة العشرات في ظل قصف إسرائيلي استهدف منطقة سكانية بحجم مخيم الشبورة، وهو من أكبر مخيمات مدينة رفح وأكثرها اكتظاظا في ظل تواجد أعداد كبيرة من النازحين أيضا في هذا المخيم وسط المدينة. الطواقم والفرق الدفاع المدني ما زالت تبحث عن المزيد من الإصابات والشهداء أسفل المنزل الذي تعرض للقصف في هذا المخيم من قبل طائرات الاحتلال ظهر هذا اليوم. نعم، ماذا بشأن المساعدات محمود وخبر يعني إدخال السولار إلى القطاع؟ نعم، مصدر فلسطيني في معبر رفح البري تحدثنا اليه قبل ساعه من الان، واكد لنا ان هناك ترتيبات في الجانب الفلسطيني من المعبر لاستقبال دفعه وكميه من الوقود المصري المخصص الذي سيتم تسليمه لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا بهدف استخدامه في عده استخدامات وفق ما قال لنا هذا المصدر، من ضمنها ابار المياه والصرف الصحي وللمستشفيات وايضا الى شبكات الاتصال التي توقفت هذا اليوم، حيث اننا صباح هذا اليوم دخلنا في عده ازمات تحدثنا بها صباح هذا اليوم في مداخلاتنا خلال هذا اليوم، ان ابار الصرف الصحي قد تعطل عملها خلال الساعات الماضيه، مما ادى الى امتلاء بعض الشوارع في مدن جنوب قطاع غزه بمياه الصرف الصحي في ظل عدم قدره الطواقم على ضخ الى محطات المعالجه، هذا من جهه. جهه اخرى انقطاع تام لضخ المياه للمنازل المواطنين التي كانت بالكاد تاتي لكل منطقه في المحافظه، كانت المياه تاتي لمده 3 إلى 4 ساعات اسبوعيا، منذ عده ايام توقف هذا ضخ المياه بشكل كامل في ظل نفاذ كميات الوقود المتوفره لدى البلديات المحليه في قطاع في جنوب قطاع غزه، ايضا بالاضافه لتوقف شبكات الاتصال والانترنت منذ مساء امس، وحتى هذه اللحظه ما زالت الشبكات منقطعه بشكل كامل عن كل مناطق قطاع غزه، بالاضافه الى السيارات المساعدات التابعه للأونروا هي متكدسه في الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحمله بالمساعدات، لكنها لا تستطيع التحرك في ظل عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه الشاحنات، وبالتالي هذه الكميه التي تدخل اليوم حسب ما عرفنا وعلمنا من المصادر الفلسطينيه تقدر ب 70,000 لتر مقسمه الى شاحنتين، سيتم نقلها من الجانب المصري الى الجانب الفلسطيني خلال ساعات عمل المعبر هذا اليوم، بالتزامن مع ادخال المزيد من المساعدات، بالاضافه في جانب اخر هو سفر عدد كبير من اصحاب الجنسيات الاجنبيه والجوازات المصريه، بالاضافه الى عدد من الجرحى والمصابين بالسرطان الذين سيتم نقلهم الى الجانب المصري والمستشفيات المصريه لتلقي العلاج اللازم في ظل تناقص كبير في عدد المستشفيات العامله في قطاع غزه، خصوصا المستشفيات المتخصصه في علاج مرضى السرطان والحالات الخطيره من الجرحى، العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع. بالنسبه للاوضاع الانسانيه محمود، يعني كيف يتم تدبير في ظل نقص كل هذا وكل ما تفضلت به، وايضا خاصة أن غالبية يعني سكان الشمال نزحوا يعني نحو المناطق الجنوبية وكان من بينها رفح؟ مع كل ساعة تزداد المعاناة الإنسانية في مدن جنوب قطاع غزة، نحن نتحدث أن كل محافظة من محافظات جنوب القطاع تضاعف عددها إلى الضعف على الأقل، مدينة رفح على سبيل المثال التي نتحدث منها كان عدد سكانها قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما يقارب ربع مليون نسمة، اليوم نتحدث عن وجود أرقام وإحصاءات دقيقة أن يتواجد فيها تقريبا 670 ألف مواطن، يعني اكثر من الضعف، اصبح هناك سكان في مدينه رفح على نفس الموارد وعلى نفس الامكانيات وعلى نفس المدينه، وفي ظل حصار اسرائيلي مشدد شامل كل شيء في قطاع غزه، نتحدث ان المخابز اغلقت بشكل كامل في كل مدينه رفح، لا يوجد اي مخبز يعمل في المدينه، الاحتلال يلاحق حتى من يحاول جمع الحطب والكراتين الفارغه من اجل اشعال النيران لاعداد الخبز يتم استهدافه قبل الطائرات الحربيه الإسرائيلية. رصدنا خلال الأيام الماضية عدة استهدافات إسرائيلية كانت تتعمد من يجمع الحطب في المناطق الزراعية من أجل إشعال النار لإعداد الخبز،
يتم استهدافه بشكل مباشر من طائرات الاحتلال، وبالتالي الاحتلال لا يترك اي شيء قابل للحياه في هذه المدن جنوب قطاع غزه ولا يتم استهدافه. حتى هذه اللحظه وهذه الليله كان هناك استهداف لمزرعه الدواجن، بعض العاملين في هذه المزرعه حاولوا جمع الدواجن في من مزرعتهم في المنطقه الشرقيه لمدينه رفح ونقلها للاسواق اليوم الجمعه لتناولها من قبل المواطنين الذين هم بحاجه لاعداد كبيره من الدجاج واللحوم، خاصه اليوم الجمعه يعني يختلف عن باقي ايام الاسبوع. لكن الاحتلال الاسرائيلي ايضا استهدف هؤلاء واستشهد منهم 9 من عائله واحده شرق مدينه رفح اثناء جمعهم للدواجن ونقلها الى داخل والى اسواق مدينه رفح. نتحدث عن يوم هذا مثل هذا اليوم الجمعه الاسواق كانت هناك شح كبير في المواد الغذائيه، تكاد تكون المحل التجاري قد فرغت تماما من كل ما لديها، ما هو متوفر في السوق وباسعار كبيره ومرتفعه هي جزء من هذه المساعدات التي وصلت الى قطاع غزه والتي يحاول بعض الذين حصلوا على هذه المساعدات بيعها مقابل ان يحصلوا ويشتروا في بالاموال بعض المياه وبعض المستلزمات الاخرى التي لا توفرها هذه المساعدات الانسانيه التي تصل لقطاع غزه، اذا هي معاناه انسانيه تشمل كل مناحي الحياه ولم تصل اليها الاوضاع في قطاع غزه من قبل على الرغم من حصار الاسرائيلي المستمر منذ سنوات، الا ان هذه الفتره لم تمر مثلها.